من استديو 71 ضيفتنا اليوم معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة. أهلا وسهلا فيك معاليك. أهلا خديجة. أهلا. من قطاع الأعمال معاليك إلى المجلس الوطني الاتحادي ومرورك بمجموعة مناصب مختلفة إعلامية إلى توليك حاليا حقيبة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، شو أضاف هذا التنوع لك أنت شخصيا ومهنيا؟ اللي أقدر أقول أن الإضافة ثرية جدا، إضافة ليست فقط على المحتوى على المستوى العملي ولكن على المستوى الشخصي أيضا، ولكن اللي مهم جدا للشخص أيضا اللي يقدمه في عمله، سواء من الجانب الإعلامي كان هناك جانب ثقافي، الجانب أيضا المستوى البرلماني والمجلس الوطني الاتحادي، هناك أيضا إثراء الطريقة اللي واحد يفكر فيها سياسيا. التنوع هذا معاليك باختلافاته كلها، وين شفتي نفسك أكثر شيء؟ في أكثر قطاع حسيتي أن هذا القطاع اللي أنت حابة تكونين فيه وتكملين فيه؟ أنا شغفي من أيام الدراسة كانت دائما في الفن والفلسفة. في الجامعة فقط كان تخصصي اختلف تماما. ليش اختلف؟ لأنه دائما كنت أحب أيضا أنوع، كنت أحب أشوف كيف أنه بيكون المستقبل بإدارة نظم المعلومات. ولكن الشغف اللي أنا بديت فيه حتى أيام الدراسة كنت أحب الفن جدا، أحب الموسيقى جدا جدا، وكنت أيضا أشارك في بعض المسرحيات أو الأداء الموسيقي في المدرسة. معاليك، تم اختيارك من مجلة Foreign Policy من ضمن قائمة أبرز 100 مفكر عالمي، وأيضا تم اختيارك من ضمن 30 امرأة عربية تأثيرا في القطاع الحكومي، شو يعني لك هذا الإنجاز؟ إنجاز مشرف جدا، وإنجاز أيضا أتمنى أن يكون هناك إماراتيات أو إماراتيين أيضا يكونون في، خلنا نقول، موجودين في الكثير من المحافل والقطاعات. هذا شيء مثل عمل مش نورة كنورة، ولكن عمل نورة في مؤسسة تدعم نورة. هذه المؤسسة فيها القيادة، هذه المؤسسة فيها الفريق العمل، ولكن أيضا تعني كيف أن الواحد يساهم في نكون سفير لدولة الإمارات. على وسائل التواصل الاجتماعي نلاحظ بعض الأحيان أنك تصطحبين معك سارة بنت أخوك في بعض المعارض الفنية وتزور معك المتاحف، شو تحسين تأثير هذه الزيارات على تكوين الطفل الإماراتي ثقافيا؟ في مقولة خديجة تقول من شب على شيء شاب عليه. مثلا أنا في صغري كنت أشوف الوالدة الله يحفظها من الصبح تروح المدرسة، كانت مديرة مدرسة، الوالد الله يحفظه من الفجر لابس دريسه العسكري رايح الدوام. فأنا يعني ربيت في بيت أشوف أبوي وأمي من الصبح طالعين وردون طبعا بعد الشغل، في عطاء في مسؤولية، في شيء أكبر أيضا من حدود فقط البيت أو الفريج، في حدود أكبر للعطاء. فمهم جدا أن سارة تشوف الأشياء اللي تناسب سنها، تشوف كيف المعارض هذه، هي تحب الألوان، تحب الرسم، تحب الموسيقى، اليوم كان عندها أيضا عرض موسيقي في المدرسة، وكان جميل جدا أني أنا أشوف يعني وأنا في الطريق شفت الفيديو وهي ما شاء الله تغني مع الأطفال الآخرين. فمن شاب على شيء شاب عليه، سواء كان القراءة سواء كان الفن. فمهم جدا أن إذا كانت عندنا فرصة مع الأطفال اللي قريبين أو بعيدين منا أن نخليهم جزء من حياتنا، لو ثلث من هذا اليوم أو الأسبوع بيكون شيء أنا متأكدة أنه بيغرس شيء في نفوسهم، لأن في النهاية هم مستقبل البلد. هل الفن والرسم مكانة خاصة بين هواياتك إذن؟ الرسم نعم، ولكن وقفت من فترة أيضا ليست بعيدة جدا، حبيت التصوير، ولكن أيضا بسبب الانشغالات الموبايل صار هو المصور والشغل وكل شيء في نفس الوقت. أحب الفن، أحب الموسيقى جدا جدا، أحب الموسيقى الكلاسيكية، أحب الموسيقى سواء كانت غربية أو عربية، وأحب كل ما هو جميل ومختلف حتى لو كانت موسيقى حديثة. أحس أن هذا العنصر مهم جدا. في عام التسامح كيف يساهم ملف الثقافة وتنمية المعرفة في ترسيخ هذه القيمة؟ طبعا التسامح شيء مغروس من عهد المغفور له الشيخ زايد وحكام دولة الإمارات، أيضا في طريقة التعامل ليس فقط
مع أهلهم أو مع أفراد المجتمع الإماراتي، ولكن كيف دولة الإمارات من البداية كانت المكان اللي هو الكثير من الجنسيات تبى تروح، تبى تبني، تبى تدرس، تبى تعلم. إحنا وصلنا مرحلة فيها الكثير من الإنجازات خديجة، ولكن هالإنجازات ما كانت بتكون واقعية إذا ما كان في تسامح، إذا ما كان في احترام متبادل، إذا ما كان في تعايش. والشيء اللي أنا فخورة جدا فيه هو إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه لوزارة اللامستحيل وملف اكتشاف المواهب اللي أشتغل فيه مع فريق عمل. فهذا كله تشوفين في هناك نقاط جذرية ونقاط عمل وسياسات وإنجازات في نفس الوقت. وتيرة العمل متسارعة جدا. الجميل أن هذه وتيرة عمل متسارعة. الناس تسألك تقول لك بس أنتم ما ترتاحون، بس أنا أقول بس جميل جدا أن الواحد يرتاح شوي، بس أوكي إذا تعب، ولكن في عطاء، في شغل يالس يمشي، في إنجاز، في شيء يرفع رؤوس شيوخنا، يرفع رأسنا، يرفع اسم دولة الإمارات. كانت فرصة للعمل مع العديد من الشخصيات الوطنية المؤثرة في دولة الإمارات. أكيد لك ذكريات معينة ومواقف مع هذه الشخصيات، هل تقدرين تشاركينا فيها؟ أذكر كنا الأعضاء المنتخبين والمعينين كنا في جلسة مع سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. بعد الجلسة قالنا خلنا نمشي نروح عند الوالدة. مشينا كلنا مع بعض، ويوم وصلنا عند الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت تبارك كانت واقفة عند الباب. الطريقة اللي لمتنا فيها إحنا عضوات المجلس الوطني الاتحادي كأنها تبارك لبناتها، وحسيت أيضا بتفاعلها، وحسيت أيضا كيف أن كان الوضع لها جدا عاطفي وحساس. الجميل أيضا أن في كل مواقف الشيخة فاطمة في قاموسها لا نهاية العطاء. هي دائما اللي تطلب منا شو اللي أنا أقدر أسويه، مو بالعكس خديجة، مو بأنا أجلس وبصير عند الشيخة فاطمة وبقولها طال عمرك 1 2 3. تسألنا قبل ما نسألها. مرة كان إيفنت قمة إعلامية في أبوظبي وكانت عندنا زيارة مهمة جدا، يعني اتصال بس مو الشيخة فاطمة من رقمها من موبايلها، نورة أنا عارف أن عندكم زائرة مهمة جدا، بتي بتلقى كلمة بتروح، بس أنا بتكفل بكل شيء وشو بعد أقدر أسوي. إحنا طبعا محظوظين بهاي الشخصية، ولكن أيضا مهم أن إحنا نتعلم من هاي الشخصية. كيف نتعلم؟ أن العطاء ما له نهاية، أن بسبب هذا العطاء المرأة الإماراتية أبصم لك 100% تختلف عن أي مرأة في هذا الوطن العربي. وهذا بسبب الدعم، ولكن أيضا بسبب كيف أن هناك ترسيخ للاستمرارية في هذا الدعم. معليش بهذا السؤال، نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، سعيدين بوجودك معنا اليوم ونشكرك على وقتك. شكرا شكرا جزيلا شكرا.